كيف ترين أهمية هذه المناسبة والتي بدأت منذ عام 2020 مع انتشار فيروس كوفيد-19؟ طبعا موضوع التقصي والاستجابة للأمراض المعدية يعد من الأمور المهمة جدا للتعامل مع أي جوائح مستقبلية. أكيد أن تعلمنا العديد من الدروس خلال جائحة كوفيد-19، ولكن أيضا هناك يعني استمرارية في التعامل مع المستجدات وأيضا التحديات العالمية. فاليوم العالم لا يخلو من الأمراض المعدية، وعلى قدر استجابة الدول واستثمارها في موضوع التعامل والترصد، هذا يقلل من الخسائر ويقلل من التبعات التي ممكن أن تنتج عند وجود جائحة. نعم دكتورة، قلتي العالم لا يخلو اليوم من الأمراض المعدية، وفي أعقاب جائحة كوفيد-19 أصبحت أهمية التأهب لمواجهة الأوبئة أكثر أو أكبر من أي وقت مضى. والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال بالأمس إن العالم غير مستعد لمواجهة جائحة كوفيد. ما دلالة هذا التصريح؟ أكيد أن التجربة التي مرت على العالم خلال عام 2020 بيّنت تباين القدرات في الدول من ناحية التعامل، من ناحية الترصد، ومن ناحية الاستجابة. يعني مرت سنوات قبل أن نصل إلى نسبة تطعيم حتى 50% على مستوى العالم، كان هناك تباين في استجابة الدول. وبالتالي كون الأمراض المعدية لا تعرف الحدود ولا تعرف الدول، وبالتالي نحن في خطر. دام هناك قدرات محتاجة إلى تطوير في مجال الاستجابة للأمراض المعدية.